السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنكون مع شرح موقع ترافيك منسون، وهذا بعد طلب ديال العديد من الإخوة الذين لم يعرفوا كيف يقومون بالربح من موقع ترافيك منسون وطريقة الربح من الأعضاء المنادى عنهم. إذا اليوم قررت أن أوضح لكم طريقة العمل في موقع ترافيك منسون، وأيضا سأريكم أيضا إثبات الدفع وطريقة تحويل أموالكم إلى الباي بال أو البيزا أو السوليد تراست باي كما تريدون. إذا قبل أن أبدأ أريد فقط أن أشير إلى أننا بدأنا في صفحة في موقع بيد عرب كما تشاهدون هنا، بيد عرب دوت كوم، وهو موقع لمتابعة المواقع الربحية واكتشاف مواقع النصابة، وبذلك لجميع الناس الذين يريدون معرفة هل الموقع صادق أو معرفة بعض المواقع الصادقة للربح من الإنترنت، فما عليكم إلا زيارة موقع paidarab.com. paidarab.com. إذا نذهب مباشرة إلى موقع ترافيك منسون، وستجدون رابط للتسجيل أسفل إذا لم تكونوا قد تسجلتم بعد. إذا نكون دائما هنا في الصفحة الرئيسية لموقع ترافيك منسون. أول شيء نذهب في الأعلى هنا إلى ريجستر للتسجيل. بالطبع لا يمكنكم عمل أكثر من حساب واحد. إذا سأمر بسرعة هنا الاسم الشخصي، الاسم العائلي، رقم الهاتف، بإمكانكم وضع رقم هاتف غير صحيح هنا لا يوجد مشكل، الإيميل ضروري الإيميل يكون صحيح، ليس ضروري ضروري ولكن المهم ضع إيميل صحيح. هنا اليوزر نيم أو اسم المستخدم، وهنا ويدرو كود، وهنا العديد من الأشخاص لا يعرفون ماذا يضعون هنا. هنا عليك وضع خمسة أرقام، خمسة أرقام يجب عليك تذكرها، لأنك حين تريد سحب أموالك سوف يطلبون لك هذا الكود. إذا ننزل بعد ذلك إلى هنا، وهنا كلمة السر ثم إعادة كلمة السر. هنا بإمكانك كتابة إيميل بيبال إذا عندك بيبال أو بيزا أو سوري تراست باي اسم مستخدم. بالطبع لغالبية الأعضاء العرب ممكن يكون أن تجدوا باي بال أو بيزا سهلين، سهل جدا. وبعد ذلك نضغط هنا ثم نضغط على بروسي. أنا تسجلت قبل، لذلك سأذهب إلى الصفحة الرئيسية من جديد وسأدخل مباشرة إلى بعد وضع اسم مستخدم وكلمة السر. هنا أضغط على بروسي. إذا نحن هنا في واجهة في حسابنا، ودائما هنا ترون الصفحة الرئيسية للحساب. هنا أول شيء هنا تجدون الشخص الذي استدعاكم هنا، مثلا استدعاني هذا البوسني، ثم هنا تجدون هذه مهمة جدا. إذا كل 24 ساعة عليك أن تضغط هنا وترى 10 مواقع، لأنك إن لم ترى هذه المواقع لن تستقبل أي نقود من الريفرال الذين ضغطوا. فبالنسبة لترافيك منسون الربح من الأعضاء المنادى عنهم 100%. فمثلا أنا ربحت مثلا في اليوم 0.1 دولار، والديس 93 هذا الذي استدعاني يربح هو أيضا 0.1. أي شيء ضغطته أنا وربحت شيء يربحه هو، ولكن هو لا يربح عن الأشخاص الذين ناديتهم أنا، هو يربح عني فقط. ومثلا أنا إذا ناديت أشخاص آخرين وضغطوا على الإعلانات أربح معهم، وهنا تجدون الأموال التي لم أسحبها بعد. بإمكانك السحب عند الوصول 2 دولار في المرة الأولى، بعد السحب في المرة الأولى تمر المرة الثانية السحب على 3 دولار، بعد أن تسحب 3 دولار المرة القادمة تصبح 4 دولار وهكذا. أنا سحبت عدة مرات، لذلك الآن أقل شيء للسحب هو 6 دولار، لذلك أنا وصلت 8 اليوم، وسأقوم بالسحب أمامكم فقط لكي تروا دليل السحب. بالطبع أيضا هنا تنزلون هذه أفيليت،
وهنا تجدون الأشخاص المنادى عنهم في بيرسونال ريفيرالز. لن أدخل هنا لأن إيميلات الناس التي تسجلت معي موجودة هنا. إذا كل ما عليكم، الموقع أيضا يتيح لك جهة استثمارية بإمكانك استثمار $50 وتربح $55 في $55. إذا هذا هو المهم في الموقع وطريقة سحب. هنا تظهر لك إعلانات مادية ب 0.02 أو 0.01، تكون 7 إلى 8 إعلانات هنا. أنا ضغطت عليها كلها لأن ذلك لا توجد أي. كما قلت لكم ضروري ستارت سيرفين هنا كما ترون. الوقت 16 ساعة، 16 ساعة. إذا عندما تبقى هنا ساعة سأضغط مرة أخرى على ستارت سيرفين لأرى 10 إعلانات، وتصبح مرة أخرى 24 ساعة، وذلك لأستقبل ضغطات الريفرال. إذا لسحب الأموال نذهب إلى ويدرو. كما ترون هنا سأقوم أنا فقط بتغيير بيزو إلى باي بال. ثم ترون المينيموم كاش أوت أو الحد الأدنى الذي أصبح عندي للسحب هو $6. أنا لدي 8، لذلك سأقوم بسحب $8 وسأضغط هنا. هذا هو الكود الذي قلت لكم أن تذكروه. هنا ستضعونه. مثلا أنا وضعت هذا الكود، أتذكر هكذا، ثم أضغط على بروسيد. تم طلب المبلغ. كما ترون هنا عدد الأموال التي قمت بسحبها توجد هنا 1.7 في الأول 4، والآن سحبت $8.12. إذا هذا هو كل شيء بالنسبة لموقع ترافيك مانسون. أتمنى أن تتسجلوا بالرابط الذي أسفل الفيديو، وأي استفسار أو أي شيء بإمكانكم أن تضيفوني على الفيسبوك، ستجدون أيضا الفيسبوك أسفل الفيديو. إذا بعدما قمت بطلب الدفع بعد دقيقتين إلى 3 دقائق، الآن الأموال ها هي الآن في باي بال. فقط أريكم الآن 0.12 تنقص، لا أعرف باي بال ينقص بعد السنتيمات. فقط لأقول لكم شركة باي بال هي من البنوك الإلكترونية التي تحتسب الكثير من الفيزا والتيفيا. لحبذا لو تقومون ب لو 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 ننضم إلى شركة إلكترونية أخرى. والآن أنا أفكر في الانضمام إلى شركة بيرفكت ماني، فهي أحسن كثيرا من باي بال. إذا كان هذا هو إثبات الدفع من شركة ترافيك مانسون. وبالطبع التاريخ هنا موجود 22 في يناير 2015. كل ما علي أن أقول الآن هو السلام عليكم.